معاكم دكتور عبد الله ابراهيم، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. هل استخدام حزام الظهر دي حاجه مفيده ولا حاجه غلط؟ الناس اللي بتبقى تعبانه بظهرها كتير بتسال، ظهري عادي استخدم حزام الظهر ولا لا؟ حزام الظهر باختصار هو ده حاجه دعمالي للفقرات وقت وقت التعب، او في الفتره اللي بقى فيها الالم شديد جدا في الحاله الالتهاب الحاد مثلا او كده، ودي حاجه كويسه. بس ليه عيوب رئيسيه. العيوب الرئيسيه بتاعته ان هو بيشتغل مكان العضلات عشان يقدر يقلل الحمل ويقلل الشد العضلي اللي حصل عليها، فنتيجه ان هو بيشتغل بدلها العضلات نفسها بتبدا تقل، وده بيخلي العضلات على المدى البعيد تضعف. فما فيش مانع ان احنا ممكن احيانا نستخدمه، طبعا بعد الرجوع للدكتور او باوامر الدكتور. بنستخدمه عشان نقلل الالتهاب، نقلل الالم لو في انزلاق غضروفي، لو في الام شديده، بحيث ان احنا نقلل الحمل اللي حصل على الظهر، ثم فيما بعد نبدا نشيله بالتدريج مع تقويه العضلات، بحيث ان العضلات مع العلاج الطبيعي تبدا تشتغل وترجع تاني لدورها، وده بقى من خلال العلاج الطبيعي والتاهيل، ان العضلات ترجع لدورها الطبيعي، وبالتدريج نبدا تاني نشيل الحزام ونبدا نستغنى عنه. هل بنستخدمه واحنا نايمين؟ احنا اصلا واحنا نايمين مش محتاجين ان احنا نستخدم الحزام في الغالب، لانه احنا واحنا نايمين المفروض ان وضع مفيش حمل نازل على العمود الفقري، فانت مش محتاج مجهود كبير من عضلات الظهر زي ما بيحصل وانت قاعد او وانت واقف.